بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي لكم تحياتي. أهلا وسهلا بكم مع بوكلت 5 من الهيدروكربونز في تشابتر 5 الأورجانيك كيمستري في كتاب الموسوعة فاينل ريفيجن 2021. السؤال الأول بيقول لي one molecule of alkyne react by addition with cam amount of the same substance which react with one molecule of alkene. بص يا الألكين بيكون فيه دبل بوند، يعني فيه واحد باي. ده معناه لو هنعمل ادينج مثلا البرومين مثلا هياخد واحد مول. طب الالكين ده في تريبل بوند، يعني في اتنين باي، يعني هياخد اتنين مول من البرومين. يعني اللي بياخد الالكين توايس اللي بياخدوا الالكين، فهناخد ايه؟ الاجابة هتكون بص كده دبل ولا هاف ولا توايس دبل، يعني التو دبلز، يعني اتنين تايمز تو يعني فور تايمز يعني، ولا كوارتر طبعا قلنا الدبل. السؤال نمبر 2 بيقول لي ethyne reacts with low concentration of bromine dissolved in carbon tetrachloride to give. طيب بالراحه كده بيقول لي ان الايثاين ده الفورمولا بتاعته C triple bond C وهنا H وهنا H. طيب الطبيعي ان ده يتفاعل مع 2 مول من البرومين dissolved in CCl4، ما ينفعش اكتب بي ار بس، لازم البرومين ده دايتوميك. فلما يقول لي بحط كميه قليله، يعني هناخد لو كونسنتريشن. لو كونسنتريشن يعني بدل ما اخد 2 مول اخد مول واحد، فهعمل ايه؟ هكسر البوند ونضيف بي ار هنا ونضيف بي ار هنا، يبقى يدينا هنا سي اتش وهنا بي ار دبل بوند سي اتش وهنا بي ار. يعني ادينا ايه يا وحش؟ 1 و2 داي برومو ايثين، هنا داي برومو ايثين، لا داي برومو ايثين ماشي، اللي هي 1 و2 داي برومو ايثين. طيب ايثين ليه انكسرنا بوند واحدة بس؟ لأن معايا كمية قليلة. بيقول لي لو كونسنتريشن، هو الكومباوند عشان يتفاعل كله ياخد 2 مول، طب الكمية الأقل يبقى 1 مول. الكاينز رياكت باي اديشن وذ موست كومباوند ذات ادد تو، بيتفاعل مع مين؟ بيتفاعل طبعا مع الألكين. يعني مثلا إن كل تفاعلات الأديشن بتتم للألكين بتتم للألكين. نمبر 4 بيقول لي space formed when 1 mole of HBr followed by 1 mole of HF is added to 1 mole of bromine. يلا يا ولاد نكتب المعادلة. البروباين اللي هو 1 2 3 ميس is بروب، وبروباين انا عندي تريبل بوند، حط هنا اتشايه ودي كامله وهنا عندي CH3. طيب انا هعمل ايه؟ اول حاجه هضيف HBr، بعد كده HF، هضيف HBr. حلو قوي. بعمل ايه هنا يا ولاد؟ هطبق ماركونيكوف. ليه؟ عشان ده اسيمتريك، هنا في اتش وهنا مفيش. وكان ماركونيكوف رجل ظالم يعطي الاتش للاتوم الريتش، يعني الاتش هتيجي على دي والبي ار هتيجي على دي. حلو قوي. يبقى شكل الكومباوند اللي هيطلع ايه يا واد؟ هيكون كده سي اتش 3 سي دبل بوند سي اتش 2 وهنا عندي بي ار. حلو. بعد كده احط له اتش اف الهيدروجين فلورايد. ايه اللي هيحصل؟ برضه هطبق ماركونيكوف الاتش للريتش. يعني ايه؟ يعني الاتش هتروح للكربون الاولى والاف هتروح للتاني. ده معناه ان شكل الكومباوند هيكون عامل كده سي اتش 3 وهنا سي وهنا بي ار وهنا اف وهنا سي اتش 3. طب لما اجي اسميه كده عندي برومين وعندي فلورين على الكربون التاني، ده كده بروبين. بروبين حلو عشان كلها بقت سنجل. طيب هنا الكربون التاني خارج منها برومين وفلورين، هنا تو برومو ماشي، وبعد كده تو فلور عشان البرومين الفاباتيكال البي قبل الاف، يبقى الناتج هيكون ايه؟ تو برومو تو فلورو بروبين، يبقى الاجابه لتر بي. السؤال نمبر 5. السؤال الخامس بيقول يا شباب، بيقول space is formed on adding 1 مول of hydrocyanic acid to 1 مول of ethyne. الايثاين اهو سي تريبل بوند سي وهنا اتش وهنا اتش. طب لما احط له ال HCN ايه اللي هيحصل؟ هطبق ماركونيكوف الاتش للريتش. طب هنا سوري مش هطبق ماركونيكوف، هنا مش هطبق ماركونيكوف. ليه؟ لان عندي هنا ده سيمتريك، بقول لي 1 مول اوف ايثاين. تمام. ايه اللي هيحصل؟ هضيف الاتش هنا وهضيف السي ان هنا، بهنا عندي هنا سي اتش 2 وعندي هنا دبل بوند، احنا كسرنا واحده من الاثنين باي، وعندي هنا سي وهنا اتش وهنا عندي سي ان سي نايت. تمام. طيب الشكل ده كده عندي مش موجود، خلي بالك ان البوند من السي والان تريبل بوند، يعني هنا يكون دي اتش 2
وهنا سي، وعندي هنا سي اتش تاني كده، هنا دي سي دي اتش تو سي، وهنا دبل بوند، وهنا سي اتش، والبوند بنساويه للتريبل سي ان. معلش تاني، معلش، هنا اتش تو سي دبل بوند سي اتش، والبوند بين السي والان تريبل بوند. بالشكل هيكون مين؟ هو ده لتر دي، الشكل هيكون هو لتر دي، لان البوند بين السي والان تريبل بوند. يعني كسرنا البوند وضفنا هنا اتش وضفنا هنا سي ان، هنا فكك لك جيب لك البوند بين السي والان تريبل بوند. السؤال بيقول لي in the presence number 6، بيقول in the presence of catalyst C2H2O H2O mean is produced. طبعا ده بعمل كده، ده بايرز رياكشن. خلاص طيب هنا بص ركز بقى كده، هو المفروض ده في بايرز رياكشن المفروض ان هو يدينا C2H2 ماشي، وبعد كده سوري ده C2H2، انا اسف، ده مش ايثين، ده ايثاين، ده كاتاليتيك هيدريشن. خلاص وبعمل ادنج للووتر، هنا الكاتاليست او الاوكسايزنج ايجنت او الاتش 2 او ده هيعمل ايه؟ هيدينا ايثاين، هيدينا اسيتالدهيد. ركز يا عم الحاج، الاسيتالدهيد بالاوكسيديشن هيعمل ايه؟ هيدينا اسيد، اللي هو مين؟ الاسيتالدهيد بيحصل اوكسيديشن بيدينا الاسيتيك اسيد، الاجابه هتكون اسيتيك اسيد يعني CH3COOH. السؤال اللي بعده بيقول لي the difference between CH3CH double bond CHCHO and ethanol group is، تعال ارسم التو كومباوند شوف ايه الفرق بينهم، او تعال نجيب المولكيولار فورمولا. هنا عندي هنا سي اتش، هنا سي 1 2 3 4، وهنا عندي سي 4. طيب عندك كام اتش؟ 3 4 5 6، سي 4 اتش 6. عندك كام اكسجين بقى يا وحش؟ عندي هنا او، ده الاولاني. طيب الايثانول سي 2 اتش 6 او، سي 2 اتش 6 او، ده الايثانول. تاني هنا عد 1 2 3 4، 4 كربون، كام اتش؟ 3 1 4 5 6. طب الايثانول، وطبعا عندي اكسجين، سي 2 اتش 6 او، اللي هو سي 2 اتش 5 او اتش، يبقى هنا سي 2 اتش 6 او. ايه الفرق بينهم بقى؟ بص معايا كده، هتلاقي فرق بينهم 2 كربون اتوم بس، لكن السؤال ده في كتاب العربي مش مكتوبه ايثانول، مكتوبه ايثانال، مكتوبه ايثانال. الكومباوند سي اتش 3 سي اتش دبل بوند سي اتش سي اتش او ديفر ذان ايثانال. ايثانال اللي هو مين؟ اللي هو سي اتش 3 سي اتش او، سي اتش 3 سي اتش او. جمعهم بقى كده مع بعض، سي اتش 3 سي اتش او، هنا سي وسي، هنا سي 2، وهنا اتش 4، وهنا او، وسي 2 اتش 6 او. ايه الفرق بينهم بقى كده؟ هنا عندي هنا سي 6 وسي 2، سي 4 وسي 2، يبقى لنا سي 2 ماشي. طيب وعندي هنا اتش 6 واتش 4، يبقى اتش 2. بص هنا طلع لي الفرق سي 2 اتش 2. طب طبعا سي 2 اتش 2 ده ايه؟ سي 2 اتش 2 ده المفروض هو ايثاين، بس هو بيقول لي جروب، يبقى ده معناه ان انا محتاج حاجه تانية خالص. طيب بص معايا كده، بيقول لي الكايل، الالكايل عباره عن سي اتش 3 مثلا او سي ان اتش 2 بلس 1. لا طبعا اري، لا مفيش بنزين. طب هو عندي الفينايل والفينايل، الفينايل عباره عن ايه؟ الفينايل ده عباره عن بنزين رينج شايل منها اتش، يبقى انا مفيش قدام مني غير فينايل بس. ازاي الكلام ده؟ بصوا معايا يا اولاد، هو الفينايل عندنا اللي هو ايه اصلا؟ الفينايل عندنا اللي هو سي اتش 2 دبل بوند سي اتش، او بصوره اوضح سي هنا اتش 2 في دبل بوند، وهنا في سي اتش، ولازم في هنا حاجه، يعني لازم اكمل هنا واحط حاجه هنا. طيب هو هنا الكومباوند اللي عندي بيكون ايه؟ بص معايا كده، سي اتش 3 بقى كده، عندي سي اتش 2 دبل بوند سي اتش، وهنا حاطط سي اتش او. لو لاحظت هتلاقي بقى كده سي اتش 3 سي اتش او، ده كده مين؟ ده كده اللي هو الاسيتالدهيد او الايثانال. بقينا دي واحد يقول لي مستر ما هو ده برضه سي 2 سي سي اتش 2 وهنا سي اتش، بس طبعا هنا لو انا اعتبرت ان شلت اتش وضفت مكانها دي فيمكن اعتبرها الفينايل، يعني اقرب حاجه ليها هي الفينايل. اللي بعده جلايكوزال سي اتش او سي اتش او كان بي اوبتيند باي ذا بارشال اوكسيديشن اوف ال اي. طيب بصوا يا ولاد، انا قلت لكم في البوكلت اللي فات ان بعملت اوكسيديشن للإثيلين جلايكول في وجود الاسيد بيدينا اوكزاليك اسيد، طبعا ده كان برايمري بيتم على خطوتين. بص كده سي اتش 2 او اتش CH2OH،
اول خطوه للاكسديشن بتحول لايه؟ بتحول لالكهول. هيبقى هنا بدل ما هي سي اتش 2 اتش هتبقى سي اتش او سي اتش او، دي اول خطوه، عشان كده سميتها بارشال اوكسيديشن. لو استمرت الاكسديشن هيبقى سي او او اتش سي او اتش اللي هو الاكزاليك، بدا اسمه جلايكوزال اللي هو ده، اللي هو عباره عن اتنين فورمال، عباره عن اتنين الدهايد او اتنين فورمايل جروب، وبعد كده بيحصل له اكسديشن. بدا بيعمل له اكسديشن منين؟ من الاثيلين جلايكول. هنا من الاثيلين جلايكول. One of the following produced by dimerization of ethyne. يعني ايه dimerization؟ يعني بعمل adding لاثنين molecules من الايثاين. طب الايثاين عبارة عن ايه؟ C triple bond C وهنا H وهنا H. والتاني برضو C triple bond CH CH. طب انا هعملها ازاي دي بقى ان شاء الله؟ بعمل ايه؟ اولا بيكون شكله عبارة عن كده، هكسر بوند من هنا واكسر بوند من هنا، فيكون عبارة عن دي كده بقت H واحدة ودبل بوند، وهنا CH واحدة، ودي جنبها كده سي، وهنا في اتش، وهنا في دبل بوند، وهنا في سي، وهنا اتش. طبعا كده دي ناقصة اتش، فبعمل هنا بوند وبعمل هنا بوند، على أساس إن هيتم الإضافة من هنا ومن هنا. خلاص حط هنا إيه؟ الكل باور إن، يعني ده أنا جبت اتنين مولكيولز. تاني هنا عندي الإيثاين هكسر رابطة وأضيف من الناحية دي ومن الناحية دي. طب لما أضيف من الناحية دي المولكيول، طب الناحية التانية طبعا ممكن يتم الإضافة من الطرف ده أو من الطرف ده، يبقى الإجابة هتكون سي اتش دبل بوند اللي هي دي، اللي هي لتر سي. السؤال اللي بعده، one of the following characterized by the general formula CnH2n minus 2. CnH2n minus 2 تمام، ده كده ايه وحش؟ ده الكين. هل ان الكين with 5 carbon atoms and 1 double bond؟ احنا الالكين العادي بيكون فيه دبل بوند واحده، وبالتالي بيكون الفورمولا Cn H2N بس، لكن ده ماينس 2. طيب ماينس 2 واحد يقول لي مستر ده الكين، هقول لك اه بس ممكن يكون الالكين. ازاي؟ لو انا زودت عدد الباي بوند. ازاي الكلام ده؟ لو انا زودت باي بوند ده معناه انقص 2 اتش، يبقى هنا لو انا زودت باي بوند كمان يعني عندي 2 دبل بوند، يعني مثلا ايه؟ بيقول لي ان الكين ويز 5 كربون اتومز اند 2 دبل بوند. نحلها ازاي دي؟ بصوا معايا كده، لو انا عندي هنا 1 2 3 4 5، حط اتنين دبل بوند كده وكمل اتشاتك، هنا اتش 2 وهنا محتاج اتش وهنا محتاج اتش وهنا محتاج اتش وهنا محتاج 3 اتش. عد معايا كده، هنا سي 5، عد الاتشات 1 2 3 4 5 6 7 8، بهنا سي 5 اتش 8. هنا يا ولاد عدد الهيدروجين اقل من الدبل، زي الالكين بالظبط، بس ده مش الكين، ده الكين بس فيه اكتر من باي بوند. الالكين الطبيعي C5H10. طب امتى الاتشات تقل؟ لو انا زودت باي، كل باي تزيد تنقص الاتش كام؟ 2. يبقى الاجابه هتكون هي لتر بي، اللي هو ان الكين which has 5 carbon atoms and 2 double bonds. السؤال نمبر 11. نمبر 11 بيقول يا ولاد one of the following causes decrease in the long carbon chain. كنا بنعملها امتى؟ كنا بنعملها يا مستر لما كنا بنعمل دراي ديستليشن. ليه؟ لانه كنا بنشيل كربونه، قلنا هنا في الدراي ديستليشن بيدينا الكين ناقص او عدد الكربون اللي فيه اقل من الاسيد سولت اللي ببدأ بيه. يعني هنا هالوجينيشن او الكاين، لا ده الهالوجينيشن بزود، دراي ديستليشن اه بعمل دراي ديستليشن، السلفونيشن من الاديشن والبوليمرايزيشن بعمل فيها برضو نوع من انواع الاديشن. طيب نمبر 12 بيقول لي دي اورجانيك كومباوند which has equal number of different atoms. هل الهالوثان ولا النونان ولا الجامكسان ولا البروباين؟ الهالوثان وطبعا النونين دوت ده سي و اتش، هنا عندي الكربون بيكون ب 9 والاتش بيكون بكام؟ ب 20، مش قد بعض. والبروباين هي عندي ده سي 3 اتش كام؟ سي 3، المفروض يكون التلاته ضابلها 6 ماينس 2 يبقى 4، سي 3 اتش 4، دي هنا بالتالي مش متساوي بينا بين الجامكسان وبين النونان. هو الجامكسان رمزه ايه؟ سي 6 H6Cl6. الله ده شكله اهو، لان عباره عندي سي واتش وسي ال وكل واحد فيهم نفس العدد، فبالتالي الجامكسين اللي هو C6H6Cl6 بيكون من اتومز مختلفه بس نفس العدد. السؤال نمبر 13، one of the following has double bond in its structure and hasn't aromatic property. فيها double bond بس ما هواش aromatic. هنا عندي الالكين وعندي الاروماتيك بنزين والفينول والنفثالين. البنزين طبعا ده اروماتيك، والفينول عباره عن بنزين عليه اتش، والنفثالين عباره عن اتنين بنزين لازقين في بعض،
فبالتالي هو مين؟ الالكين، عشان في دبل بوند وهواش اروماتيك لان مفيش فيه بنزين رينج. السؤال رقم 14 بيقول the mass of empirical formula of naphthalene. الاول لازم نعمل الفورمولا بتاعت النفسالين ونشوف الرمز بتاعه، ودي عملناها قبل كده كتير. دي كده المولكيولر والاستراكشر فورمولا للنفتالين، كان عباره عن ايه؟ عباره عن 2 بنزين رينج بس مشتركين في كربونتين، يبقى نقص من المجموع 2 يبقى سي 10. وان الاتشات اي فرع مش متصل يعني مش مكان بوند، فبالتالي محتاج اتش. عندي هنا 4 اتش و4 اتش، هنا سي اي سي 10 اتش كام؟ اتش 8. بنبريك الفورمولا، هعمل سمبليفاي على كام؟ على 2، يبقى سي 5 اتش 4. هات الماس بتاعتها بقى، السي ب 12 يبقى هنا 12 تايمز 5 60، و4 يبقى كام؟ 64. يبقى الاجابه 64. السؤال اللي بعده بيقول one of the following compounds its mass of the empirical formula is 89. هعمل ايه؟ هجيب الامبيريكال فورمولا بتاعت كل واحده فيهم واجيب الماس بتاعتها. طيب البنتين، البنتين سي 5 اتش 10. طيب البنزين سي 6 اتش 6. طيب الانثراثين، الانثراثين هرسمه لك دلوقتي. الاول عباره عن 3 بنزين رينج لازقين في بعض. الايثانول اللي هو عباره عن كام؟ كان سي 2 اتش 6 او. تمام. طيب تعالى كده هنا سي 5 اتش 10 الامبيريكال فورمولا هتكون سي اتش 2. طيب الماس بتاعتها بكام؟ الماس بتاعتها ده 12 وده تبقى 14 مش تبعنا. طب ده هيبقى 6 و6، يعني هعمل سمبليفاي على 6 يبقى سي اتش، يبقى 12 راح 13، يبقى ديت الماس 14 ودي الماس 13. طيب الايثانول سي 2 اتش 6 او، هي دي اصلا امبيريكال فورم بكام؟ ب 46 حسبناها قبل كده، يبقى مفيش غير هو الانثراسين. طب تعالى بقى يا مستر ارسم لنا الانثراسين وقلنا جت ازاي. دي كده المولكيولر فورمولا بتاعت الانثراسين. عد كده كام كربون؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، وهنا سي 14. الاتشات قلنا كل طرف مش متوصل ده عايز اتش، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هنا اتش 10. ده كده المولكيولر فورمولا. انا عايز الامبيريكال بقى، اعمل سمبليفاي، اعمل سمبليفاي على كام؟ 14 و10، يبقى ديفايد 2 تبقى سي 7 اتش 5. هنا دي هتطلع ب 84 بلس 5 تطلع ب 89، وبالتالي الاجابه هي انثراسين. يعني هختار الانثراسين. طيب 16 بيقول لي ذا ايباك نيم اوف ذا كومباوند، فين الكومباوند؟ بنزين وعليه سي اتش 3 وسي 2 اتش 5 وسي اتش 3. طبعا هرقم منين؟ 1 2 3. هنا ميثايل وايثايل، ميثايل وايثايل. هبدا بمين؟ الفابيتك طبعا هنا، يعني ده 1 وده 2 وده 3، كده كده هبدا بالايثايل. الايثايل واخد رقم كام؟ الايثايل واخد رقم 2، يعني خارج من الكربونال نمبر 2. يبقى هنا عندي 2 ايثايل ماشي، وعندي 1 و 3 داي ميثايل. تاني عندي هنا 2 ايثايل 1 و 2 داي تاني 1 ايثايل. لا طبعا هنا الايثايل في النص، فهرقم من هنا او من هنا، فبالتالي الاجابه هتكون 2 ايثايل 1 و 3 داي ميثايل بنزين، الاجابه لتر سي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي تو اوبتين an alkane and alkane having the same N and the molar mass of the alkane 70 gram. The thermal catalytic cracking of mean is needed. لا بالراحة كده. السؤال تاني بيقول لي أنا عشان أجيب الكين والكين ليهم نفس عدد ال N. ده يفكرك بمين؟ هنا الكين والكين كان عندنا معادلة وحيدة فريدة شريدة درسناها، كان فيها الكين والكين والكين وفيهم نفس عدد ال N اللي هي عدد السي، يعني كانت مين؟ كانت طبعا الثيرمال كاتاليتيك كراكنج للاوكتين سي 8 اتش 18، كان بيدينا سي 4 اتش 10 بلس سي 4 اتش 8. ده الكين اللي هي البيوتين وده البيوتين. طيب هو السؤال بقى بيقول لي ايه؟ قال لي ان المولر ماس للالكين ب 70، يبقى انا هعمل هنا المين. تعالى نعمل نحسب المولر ماس كده. هنا عندي ال 4 تايمز 12 بلس 10 بتساوي كام؟ بتساوي 58. ده كده 58 الالكين، ده 58. لا ده هو قال لي ان الالكين ب 70. طب الفرق بينهم بكام؟ ال 70 دي ماينس ال 58 70 ماينس ال 58 يطلع الفرق ب 12، يبقى انا محتاج 12.
خلاص. ال 12 دي عبارة عن ايه؟ طيب تعال نجرب كده الالكين اللي بعد منه ده مين؟ الالكين اللي بعد منه سي 5. لا سوري يا ولاد، الالكين اهو، احنا اسفين جدا. لا لا معلش، الالكين هو سي 4 اتش 8، انا اسف، سي 4 اتش 8. يبقى هنا ازود 8 بس، يعني انقص منها 2، يعني هنا 6، يبقى الفرق 14. ال 14 دي اللي هي سي اتش 2، يعني الالكين اللي بعد منها، يعني هي سي 5 اتش 10. السي 5 اتش 10 تطلع الماس بتاعته فعلا ب 70. هو بيقول لي ان الالكين والالكين فيهم نفس الان، يبقى انا عايز الالكين اللي فيه سي 5 هيبقى اتش 12، جمعهم على بعض بقى سي 10 اتش 22، ده الايه؟ الدي كي. خلاص انا محتاج حاجه فيها 10 كربون اتوم، يبقى الاجابه هيكون دي كي. تاني معلش، احنا قلنا التجربه اللي عندنا كانت بيطلع سي 4 اتش 10 وسي 4 اتش 8. معلش انا حسبت المولر ماس للالكين، لا انا عايز الالكين. الالكين دي انت تطلع سي 4 يعني 12 في 4 بلس 8 يطلع التوتال 56. طب هو قال لي الالكين اللي عندي ب 70، لما تطرى يطلع الفرق بينهم 14، وانا محتاج ازود 14. ال 14 دي عباره عن ايه؟ عباره عن كربونه وعباره عن 2 اتش، يعني زودت ميثيلين جروب. يبقى انا لو جربت الالكين اللي بعدها بدل ما سي 4 اتش 8 هيطلع سي 5 اتش 10، يبقى الالكين عباره عن بنتين سي 5 اتش 12، لما اجمعهم على بعض يطلع لي سي 10 اتش 22، يعني الديكين. السؤال نمبر 18 بيقول one of the following used as a car fuel، هل البارافين واكس ولا البيوتين ولا الايثين ولا الاوكتين؟ تاني يا ولاد، هنا اللي بيستخدم في الكار فيولز، طبعا الناس كلها بتقول لي البنزين. لا طبعا البنزين المستخدم في الكار فيول اللي هو اسمه جازولين، تاني كده اسمه جازولين. فهنا الاختيارات بارافين واكس، وهنا بيوتين، وعندي ايثين، وعندي هنا اوكتين. لان اشيل الاوكتين ديت واحط جازولين، والجازولين ده طبعا بيختلف تماما تماما عن الاروماتيك بنزين. السؤال بقى رقم 19، وده كالعادة صح وغلط. بيقول لي ratio between weak and strong bond in aromatic benzene is 2 to 3 respectively، يعني هنا عدد البوند الويك والسترونج 2 ل 3. طب والبنزين اصلا عبارة عن ايه؟ البنزين اهو حسبناه قبل كده ورسمناها، في كام باي بوند؟ في 3 باي، ده الويك. لكن في كام سيجما؟ قلنا ان خارج هنا في 6 بوند هم ماشي ما بين السي والاتش، وفي عندي بين السي والسي، هنا عندي كام؟ عندي 12 بوند، دي كده باي، وعندي 12 بتكون سيجما. طبعا الريشو بين الثلاثة وال12 كان نسبة 1 لـ4، العبارة دي غلط. السؤال ده رقم 20 بيقول لي converting normal hexane to cyclohexane catalytic reforming then nitration is needed. لا انا عشان احول النورمال هيكسين لسايكلوهكسين بعمل ايه؟ بحوله الاول ثيرمال كاتاليتيك كراكنج، ادينا البنزين، والبنزين بعد كده اعمله هيدروجينيشن مش نيتريشن، ده غلط كده. صفحه 165، وخلصنا كده البوكلت رقم 5، والسلام عليكم.